الإدمان على المخدرات هو مرض مزمن لا يمكن السيطرة عليه بسهولة بسبب العواقب الضارة والتغيرات الدماغية التي يحدثها على مدى السنوات الطويلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم على الإدمان على المخدرات والتحديات التي تواجه المدمن. وهذه التغيرات في الدماغ يمكن أن تتطور إلى الكثير من السلوكيات الضارة التي نراها واضحة على الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، ويظهر تأثير الإدمان على جميع الأعضاء الجسم الرئيسية، ويؤدي إلى تدميرها كالمخ والكبد، ويؤدي أيضا إلى سرطان الرئة والسرطانات أخرى، ولهذا يجب العلاج منها فورا من التدخين والإدمان. ويمكن العلاج من الإدمان على المخدرات بشكل مميز، ولكن ليس بالطرق البسيطة المتداولة من خلال الطب البسيط، لأنه جرت العادة أن نسلط الضوء على العلاج المرحلة الأولى من عملية الإدمان والمرتبطة بفكرة الأعراض الانسحابية، لكن يجب أن نفهم أن الإدمان مرض نفسي وسلوكي، ولا يستطيع المدمن التوقف عن استخدام المخدرات إلا لفترة قصيرة ثم يعود إليها مرة أخرى وينتكس. لهذا فإن علاج معظم المرض يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي وسلوكي، وهناك برامج متخصصة مثل برامج الإقامة الكاملة أو برامج نصف الإقامة لعلاج تعاطي المخدرات نهائيا واستعادة حياتهم، ويساعد العلاج الإدمان على المخدرات، ويجب التوقف عن استخدام المخدرات نهائيا وبناء علاقة أسرية ومجتمعية، وأن يصبح منتجا في الأسرة وفي العمل وفي التعليم وفي المجتمع. وفي هذه المرحلة يتم توقيع الكشف الطبي على المريض الإدمان وإجراء كافة الإجراءات والفحوصات والتحاليل ومعرفة سموم المخدرات في الجسم، ويقوم الطبيب لعلاج الإدمان بتحديد البرنامج العلاجي المناسب والبدء في رحلة العلاج.